ما كان مشاكل اللي عنده الناس ديالو انتخبوا عليه، والحمد لله انتخبوا عليا يعني بواحد ب 25 عضو. كانت الاجواء تماما ممتازه مهدده، وكانوا كاع جميع الاحزاب عندنا في المكتب، بعض الاحزاب كلهم زعما ايزون بارتيسيبي اجماع بالاجماع، والنتيجه كانت للصالح ليا انا. سيد الرئيس الناس المحمدي كيتسالوا شنو تضيفي ليهم في هذا المبدأ قصيرة للمدينة المحمدية؟ المهم انا تبت المحمدية، خلقت هنا، كبرت هنا، وعندي واحد الغيرة عليها واللي يمكن لي نديرو ما غاديش ندخل عليه. وانا المكتب ديالي مفتوح، عندي مفتوح، وغندير ندوة صحفية رسمية ملي غادي يعني نبداو نخدمو سيريوزمون. باش الجامعة تحقق الانتظارات والحاجيات ديال المواطنين والمواطنات. ان شاء الله هذا المجلس غادي هذا الحفلة اللي باقا صغيرة وانها وجيزة باش نستشعر جميعا باش نخرجوا هذه الجامعة العالقة للوجود. وحنا حرصنا على المكونات ديال المكتب ديال المجلس باش يكونوا فيه جميع المكونات الحزبية، كاينين ناس من التجمع الوطني الاحرار جوج ديال الاعضاء، وكاين جوج ديال الاعضاء كذلك من حزب الاسرى والمعاصرة، جوج ديال الاعضاء من سميتو العداله والتنميه ياك، وجوج ديال الاعضاء من الاتحاد الشراكي. هذا عنده واحد الدلاله سياسيه بان الجميع من اجل تنميه المدينه المحليه ماشي من اجل الشتم المظلومية وداك الشيء البائد. لا، الان المواطن المواطنات كينتظروا المشاريع اللي تعود الاثار ديالها عليهم. هذا هو الانتظارات ديال الناس، ماشي الانتظارات ديال هي الفرجة. الانتظارات ديالها هي المشاريع اللي تعود عليهم بالخير. احنا غنشتغل على هذا الخدمة ان شاء الله. شكرا اكثر. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.